تظاهر المئات في العاصمة الأفغانية كابول دعما للرئيس المصري محمد مرسي وتعبيرا عن رفضهم للانقلاب العسكري في مصر. نظمت التظاهرة بدعوة من الجمعية الأفغانية للشبان المسلمين، وحمل المتظاهرون الأعلام المصرية وصورا لمرسي، كما رددوا هتافات تندد بالانقلاب الذي قام به الجيش. يعني من ضمن المصايب اللي انت عملوها اخواننا دول، انه لتأمين ما اعرفش تأمين ايه، لكن انت لديك 3000 تقريبا 3000 جهادي جايين من افغانستان ارسلوا الى سيناء، وشاركت في ارسالهم مجموعه قوه كتير جدا في الاقليم، وحسابات ضيقه وكلام، والقوات المسلحه قد تواجه هذا وبتواجهه.